ما هي أكثر الجبهات تأثيراً وضرراً لجيش الكيان الصهيوني؟ لا شك أنه الجبهة الأساسية هي جبهة غزة، هذه الجبهة المقاومة الشجاعة التي تقف صامدة، واليوم هي أعطت ما يقرب من 40,000 شهيداً وتوسمت بالشهداء بشهداء قادتها، فبالتأكيد هذه الأكثر حرجاً والأكثر ضرراً. أما ما تبقى فكل له دوره، وبالتأكيد كل يعني حزب الله مثلا يشغل ثلث الجيش الأمريكي الإسرائيلي ويقطع الشمال، أنصار الله يغلقون المضائق، حزب الله في العراق والمقاومة الإسلامية تدك المعاقل الأمريكية التي تسندها الجمهورية الإسلامية، لا شك أنها تستطيع أن تردع ردع كبير جدا في الجغرافيا وغيرها، فضلا عن توقع بوجود حلفاء لم تتوقعهم إسرائيل، حلفاء للمحور قد تكون لهم مشاركة ودور في تأديب إسرائيل.